أمرح زعلم. مرحبا أصدقائي الصغار، هل تعرفون ما هذا الحرف؟ حرف صاد. أحسنتم، إنه حرف الصاد. يعيش الصاد مغامرات في أرض الكلمات، فقد يأتي الصاد في أول الكلمة. فقر. فقر. صو. صو. صندوق. صندوق. صي. صي. صينية. صينية. وقد يأتي في وسط الكلمة. بصل. بصل. عصير. عصير. وقد يأتي في آخر الكلمة. قفص. قفص. مقص. مقص. أحسنتم أصدقائي، إلى اللقاء. Created using Powtoon.